يا مساء الخير على كل مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم القهوة. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ النهاردة شكل الحلقة مختلف شوية، ومحضر لكم مفاجأة بقدرة قادر كده، ضيفة كانت معانا الفترات اللي فاتت، بقت زميلة وبقت معايا في البرنامج في الحلقة دي ان شاء الله. رحب بيك رحب. اهلا بيك يا عوني. وانت ايه؟ الحمد لله، سعيدة جدا بالانضمام لأسرة برنامج القهوة، وسعيدة أكتر لأن انضمامي النهاردة فيه مميز، هو يوم عيد الحب. يا رب كده دايما أيامنا حب وسعادة وأمل إن شاء الله. القعدة على الكرسي ده تختلف عن القعدة كانت على الكرسي ده؟ أكيد طبعا. دلوقتي حاسة المسؤولية يمكن أكبر. شرفتيني. ربنا يخليك يا استاذ عوني. طيب، زي ما قالت رحاب كده في بداية الحلقة، النهاردة يوم كل الناس بتحتفل بيه سواء في مصر أو في العالم، يوم عيد الحب. مع تحفظي شوية على قصة عيد الحب، لأن الحب ده الطبيعي إن هو ملهوش عيد، الطبيعي إن الحب ده موجود، ربنا سبحانه وتعالى خلقه، لا ليه وقت ولا ليه زمان ولا ليه مكان. دي حقيقة، دي حقيقة طبعا. الحب سبحان الله، يعني ربنا من وجود الخليقة كده، وربنا جعل الحب، والحب بيشمل كل أنواع الحب مش بس كده. تمام. فالنهاردة هنتناقش كده في الفقرة الأولانية أنا ورحاب عن موضوع الحب، وهل مفهوم الحب نفسه بيختلف من شخص لتاني؟ يعني في ناس مفاهيم الحب اختلفت عن زمان وتغيرت شوية، ناس بتقولك ان اللي بيعترف بحبه ده بيكون اكثر مصداقية في حبه واكثر شجاعة. الكلام ده صح ولا ايه؟ طيب والله من وجهة نظرك انت بتاخد انت بتفسري من حيث الجانب النسائي طبعا، وجهة نظر النسائية. بيختلف طبعا الاعتراف بالحب لما يكون اللي بيعترف بيه ست مش راجل. والله هو سؤال صعب جدا، ايه هو الحب؟ السؤال ده يعني اختلفت فيه الآراء. يا ترى الحب ده هو الاهتمام ولا الرحمة ولا البسمة اللي بتدخل قلوبنا بتشيل عنها كتير جدا من عوامل الزمن. بصي، أنا من وجهة نظر يعني إن الحب ده أو أنا أحب إمتى أو هي أو هو أو أي حد، مفهوم الحب مختلف. أنا بالنسبة لي أكون مطمن مع الشخص اللي يحسسني بالأمان، تمام. أكون مطمن مع الشخص اللي يهتم بيا، اكون مطمن مع الشخص اللي يحسسني ان انا في نظره كل حاجه في الدنيا، واخد بالك؟ اكون يعني كل حاجه ما بعرفش ابص كده، انا ابص هنا هلاقيكي، ابص هنا هلاقيكي، ابص فوق تحت هلاقيكي، مالي عليا الدنيا كلها. والله مفهوم الحب بالنسبة للست يمكن أكتر حاجة دايما الحب الاهتمام ما بيطلبش. دايما كل ست فينا بالزبط. بتقول كده، فالحب بالنسبة للست من وجهة نظري أنا هو الاهتمام بالزبط. الاهتمام بكل حاجة، تفتكر كل المواعيد لو سمحت، هم 15 20 ميعاد في السنة يعني مش كتير، تقابلنا إمتى وخطوبتنا إمتى فرحنا إمتى، الموضوع بسيط يعني مش كبير. أيوة بالظبط. لا والله العظيم زي ما بكلمك كده، الفكرة كلها إن أنا بالنسبة لنا يوم ما أحس إن أنت حطاني أولوية في حياتك، أولوية تمام مش خيار تمام، ده بالنسبة لي خلاص أنا مش عايز أكتر من كده. لما أحس بالأمان معاكي مش عايز أكتر من كده، لما أحس إن أنت شايفاني كل حاجة في الدنيا مش عايز أكتر من كده، لما أحس إن أنت مستعدة تضحي عشان البني آدم اللي معاكي، ده بالنسبة لي كل حاجة. والله حضرتك قلت، يعني أنا من وجهة نظري برضو إن الحب عطاء، يعني دايما دايما في يعني في حياتنا كده نقول ايه، لو انت محتاجه حاجه قوي اديها لجوزك، لو انت محتاجه اهتمام اهتمي بيه هيترد لك اهتمام، لو انت محتاجه يعني اي نوع من انواع الحب اديهوله هو هيرده لك بزياده، ودي قاعده ظريفه يعني موجوده في المجتمع بالظبط. وعشان كمان موضوع الحب ومفاهيمه اختلطت على الناس في الفترات دي او الفترات اللي فاتت مع تعاقب الاجيال، تحس ان مفهوم الحب مختلف. الناس اللي في الستينات عن السبعينات عن الثمانينات عن جيل الالفينات، تحس ان الوضع او المفهوم نفسه اتغير. وعشان كده تحس ان بقت في فروقات كبيره في 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 في, في مستوى التفكير. يعني ممكن اتنين يبداوا مع بعض في مقوله حلوه جدا يا رحاب، تقول لك ايه بقى؟ يبدا الحب عندما ينتهي الحماس. حمى البدايات دي خلصت واستمرينا على نفس الحماس بتاعنا على 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 نفس التمسك وعلى نفس الحب، اعرف ان ده حب. لكن حمى البدايات والحاجات اللي بتتاخد في اول هدت والامور دايما الحب اللي بيستمر، الحب اللي بيستمر للاخر مش بس حب البدايات بالظبط، هو ده بيكون فعلا الحب الحقيقي. في عيد الحب بقى انتوا مجتمع النسوة، ايه اكتر حاجه بتفرحكم؟ والله انا قلتها، هو الاهتمام. يعني دلوقتي مثلا يعني حبيبي لو جاب لي ورده دي بدنيا وما فيها، بس لو جاب اكتر من كده مش هقول له لا يعني.
معظم الخناقات بتبقى على الورده، ورده بس. ما هو ورده وبعدين بقى ايه يعني نشوف الباقي. طيب. والله بس انا عايزه اقول كمان ان الحب يعني اختلفوا عليه كل الناس، ما فيش حد سالته الا لما ادى مفهوم جديد للحب. حتى الشعراء نفسهم اختلفوا. يعني لو لقينا ابو تمام لقيناه بيقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاولي. رد عليه الاصفهاني وقال له ده حب اول من كلفت بحبه، ما الحب الا للحبيب الاخر. يعني الاول ولا الاخر؟ اختلفوا. والله الشعراء اختلفوا، واحنا هنعمل ايه؟ بص، في ناس بتقول لك ان دايما ان الحب الاول بيدوم. زي الانطباع الاول كده. لكن انا ضد القصة دي. يعني لا. انت مع الحب الاخر مع الاصفهاني. مش قصة اخر ولا اول والله خالص. قصة ان انت وقت، اصل خلي بالك الحب ده عبارة عن ايه بقى؟ لسعة. وقت ما تحسيها لا ليها وقت ولا مكان ولا زمان ولا معاد ولا ظروف. لا معلش يا عوني، مش كل يوم هنتلسع يعني. لا هي لسعة واحدة العمر كله. لا ما احنا مش فاتحين عمر افندي. تمام. هي لسعة واحدة. هي لسعة واحدة وبعد كده بقى تتجدد كل شوية، مفيش مشكلة، بهدية حلوة، ببسمة، بكلمة جميلة تلمس قلوبنا. التواصل وان احنا الناس تحس ببعض بالامان. تمام. ده روح الحب، ده المية اللي بتسقي الزرعة عشان تكمل وعشان ما تندبش. تمام. وعايزين برضو نقول ان احنا مفهوم الحب هو اشمل بكتير من حب الراجل للست او الست للراجل. في حب انواعه كتير، حب الامومه، حب حقيقة. الاخوات، حب حقيقة. الاصدقاء، كل دي انواع ساميه وجميله من الحب. عايزين دايما نحب بعض ونقرب من بعض. وعيد الحب هو يوم في السنه، لكن احنا المفروض يبقى كل يوم عندنا عيد حب. طبعا يعني قصه ان هو يوم في السنه، يعني زي ما قلت لك في بدايه كلامي، انا ضد القصه. بالزبط. لان هو الحب ده هو 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 اللي بيحسس الناس بالقيمه. تمام. يعني انا البني ادم بقلبه، بالعاطفه. أيوه. بتاعته، باحساسه. أيوه. كل ما يكون احساسك عالي، كل ما يكون احساسك صادق، كل ما يكون العاطفه بتاعتك قويه جدا جدا جدا، كل ما هتكمل على فكره. تمام مظبوط. انا فرحان النهارده طبعا ان انا ما كنتش عارف، يعني ما كانش ينفع ان انا اتكلم في موضوع عيد الحب لوحده عشان الناس كانت ما تقولش ده واخد مايل جنب الرجاله ومايل. والله بجد مبسوط جدا انك انت معايا النهارده. ربنا يخليك يا عوني. انا سعيده جدا والله بالانضمام ليكم، وان شاء الله يكون حلقه جميله وموفقه باذن الله. الله يكرمك. نصيحه تقوليها بقى للستات في مناسبه زي دي، تقولي لهم ايه؟ اقول لهم ادي اللي انت عايزاه. ده مبدا عندي في الحياه. ادي اللي انت عايزاه لصاحبتك هتديه لك. ادي اللي انت عايزاه، اللي انت محتاجاه. يعني انت محتاجه مثلا تحسي ان بكلمه حلوه، اديها لصاحبتك هتترد ليكي واكتر. عايزه حاجه من جوزك، اديها له بصوره اهتمام، هو هيجيبها لك برده بزياده ان شاء الله. بالظبط. هو المقوله كانت بتقول ايه؟ هادوا تحبوا. تهادوا تحبوا. الهديه يعني الهديه دي اهم حاجه. اهم حاجه. بص هقول لك، انا قلت لك في الاول الست بترضى حقيقي بحقيقي، مش كلام يعني برامج وكده يعني. لا، الست بترضى بحاجات بسيطه جدا. ورده فعلا بتفرحها. هي المشكله لو هو نسي خالص. لا هو دي يعني دي صعبه قوي. هي الفكره والله كلها في الاول وفي الاخر قصه تقدير، لا اكثر ولا اقل. لا. هو اصله انتوا بتتحججوا، اصل انا مش فاضي، اصل انا نسيت، اصل مناسبات كتير قوي، انا هحفظ ايه ولا ايه؟ لا معلش، في حاجات معينه كده لازم تحفظها. ثوابت. ايه ثوابت؟ ثوابت. خلاص خضتيني. لا هي ثوابت طبعا. ثوابت علشان خاطر ايه؟ ما نزعلش من بعض. حبينا ندردش مع بعض شويه في قصه تعيد الحب وايه مفهوم الحب عند الناس بشكل متعاقب. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني عشان ندخل مع فقرتنا، فقره تانيه في برنامج القهوه. خليكم معانا.